بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من حلقات برنامجكم العالمي. طبعا رجعنا لكم تاني من جديد ومعانا برضو اهم الاخبار العالميه واهم الاخبار الحصريه في الدوري المصري والدوري الاوروبي. هنبدا معانا بيراميدز يطير الى بيجان لمواجهه راسينج الافواري في غياب عبد الله السعيد ورمضان صبحي. عبد الله السعيد هيغيب عن الماتش الجاي هو رمضان صبحي. معانا مصطفى محمد يواصل التالق ويسجل هدفه الثالث في ثالث مشاركه ليه مع جلطة سراي التركي. طبعا عرفنا مصطفى محمد راح الدوري التركي ولعب مع جلطة سراي وسجل الهدف الثالث. طبعا كل التوفيق للنجم مصطفى محمد. الزمالك يختتم استعداداته لمباراه مولوديه الجزائر في افتتاحيه دوري ابطال افريقيا. نادي الزمالك عنده ماتش في بطوله ابطال افريقيا مع مولوديه الجزائر. طبعا بيستعد للمباراه بقوه ومعاه طبعا جهاز فني محترم في ظل اللي هي الاجواء الرياضيه اللي موجوده جوه نادي الزمالك. سلبيه مسحه الاهلي قبل مواجهه بالميراس في مباراه تحديد المركز الثالث. النهارده الاهلي عنده مباراه صعبه ضد المركز الثالث والرابع ضد بالميراس مونديال الانديه وغياب الشحات وكهرباء بامر من الفيفا. طبعا عرفنا ان الشحات وكهرباء كانوا اخترقوا المواجهات الاحترازيه طبعا لجائحه كورونا. ان هو طلع سلم على محمد ابو تريكه كابتن محمد ابو تريكه في المدرج. طبعا ده يعني زي هي بتبقى ايه تعديل للاجراءات اللي بتاعتهم. يعني هو عمل خالف الاجراءات الاحترازيه اللي هم اتحاد الفيفا مصرح بيها. معانا طبعا النهارده نتكلم عن لعيبه ونجوم نادي ايزو سبورت في الدوري بتاع البراعم منطقه القاهره. وارحب طبعا بضيفي مصطفى مطر مواليد 2007. اهلا وسهلا مصطفى. اهلا وسهلا دكتور محمود. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله زي الفل. معايا حسن محمد اللاعب حسن محمد مواليد 2008 لاعب نادي ايزو سبورت. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله تمام الحمد لله. معايا الكابتن عبد الله عمر عبد الله مواليد 2006 لاعب نادي ايزو سبورت. اهلا وسهلا يا عمر. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طبعا يا جماعه الدوري بالنسبه لدوري القاهره شغال بيلعبوا دوري برايم من اول مواليد 2007 2006 2008 2009 2010. كان في اتحاد الكوره قال ان الدوري هيتوقف الفتره لغايه شهر 3 ويبدا من جديد طبعا مهرجان تاني. ففي مناطق شغاله وفي مناطق وقفت بسبب موضوع جائحه كورونا. ان شاء الله الوباء يتشال عن مصر بامر الله. طبعا مصطفى انا عايز بقى ارجع لك تاني. انت كلمني بقى عن الدوري بتاعك ولعبت فين؟ بدات كوره ازاي؟ انا بدات من نادي ايزي سبورت. تمام. مع كابتن طارق. بعد كده نقلت نادي مصر للتامين مع كابتن طارق. جميل. طارق زين. جميل. تلعب بقى كم ماتش في الاسبوع؟ تلعب دوري عندكم لعبت مين؟ احنا لعبنا نادي السكه ولعبنا فرقه مصر القاهره ولعبنا يعني لعبنا فرق تانية. جميل. مركزك ايه بقى في الملعب؟ باك رايت. باك رايت. بتتعامل ازاي مع الحكام في الملعب؟ بكل ود. لو هو يعني لو الكره فاول هو ما احتسبليش عادي. جميل. هو رايه طبعا. ما انت عارف ممنوع نتكلم مع الحكم ونحن ناخد بالقرار بتاعه. يما يديلي طرد. احنا ممنوع ناخد بالحكم ونتكلم مع القرار بتاعه. صح كده؟ صح. جميل. طيب بالنسبه للمدربين بتوعك بتتعامل ازاي معاهم في الملعب؟ بتتكلم مع زمايلك؟ انا بتكلم مع زمايلي وبنهزر مع بعض لكن في وقت التمرين جد مفيش هزار. تمام. بالنسبه للمدربين؟ بالنسبه للمدربين المدربين يعني ربنا يخليه لهم طبعا هم بيدربوا كويس وزي الفل. جميل. تمام. ويعني كابتن طارق طبعا عمال يشكر فيك ويقول لعيب جامد. ترى نتفرج في الملعب ونشوف. الله يخليه. انت بتشجع مين بقى من اللعيبه؟ اللعيبه بقى اللعيب المحلي بالنسبه لك مين؟ افضل لعيب. افضل لعيب بالنسبه للنادي اللي انا بحبه يعني اللي هو النادي الاهلي اكتر نادي بحبه. قفشه مجدي محمد مجدي قفشه وعلي معلول والشناوي طبعا. و بالنسبه للاعب في الدوري الاوروبي نوزع على اللاعب في الدوري الاوروبي لا مش عارف الصراحه. مش عارف كريستيانو ولا ميسي؟ في كريستيانو ابراهيموفيتش نيمار ميسي كده. جميل. ماشي. اطلع يا جماعه فاصل وارجع لكم تاني من جديد. وعدنا عليكم من جديد بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء وارجع لكم لضيفي حسن محمد مواليد 2008 لاعب نادي ايزو سبورت. اهلا وسهلا يا حسن. اهلا وسهلا بيك.
عرفنا كده بنفسك بقى، عايزين نتعرف بقى انت لعبت فين، لعبت في نادي ايه؟ اول نادي لعبت فيه كان ايزو سبورت، قعدت فيه سنه، اول سنه مع كابتن طارق زين وكابتن نجيده. بعد كده السنه دي اللي هي السنه دي يعني رحت مصر التامين مع كابتن طارق زين وكابتن محمود عبد الهداع. جميل. مركزك ايه بقى حسب في الملعب؟ مركزي نص ملعب. تلعب نص ملعب، جميل. طيب انت لعبت ماتشات مع مين بقى فرق الدوري؟ لعبنا مع لعبنا مع ناشئين الاسماعيلي والسكه زي ما هو قال. جميل. و مش فاكر بس. طيب جميل. لعبت على كده انت بتتكلم ازاي بالنسبه للحكام في الماتشات؟ لا باخد بقرارهم وبسكت عادي، يعني لو حد اعترض ممكن يعني اهديه شويه. لو زميلي اعترض لازم اهديه عشان ما ياخدش انذار او اضطراب. ايوه جميل. طيب بالنسبه برضو لكلامي مع مع المدربين. ايوه مع المدربين في الملعب مع زميلي. ايوه ان انا انفذ التعليمات بتاعته. ايوه بنهزر مع بعض زي ما هو مصطفى قال، وبناخد وندي مع بعض بس لما بنيجي بقى نتدرب بيبقى كله ايه بيركز في التمرين اللي هو بيتدرب فيه. تاخد التمرين بجديه. أيوة. لازم. أيوة. تمام جميل. طيب بالنسبه انت اللاعب المحلي بتحبه مين؟ اللاعب المحلي في مصر؟ اه هو محلي في مصر. انا بحب مصر. الشناوي ومعلول وقفشه برضه. ومحمد مجدي قفشه. جميل. طيب بالنسبه للدوري الاوروبي؟ الاوروبي بحب كريستيانو ليفاندوسكي. كريستيانو ليفاندوسكي. جميل. طيب معايا اللاعب عمر عبد الله مواليد 2006 لاعب نادي ايزو سبورت صح؟ صح. جميل. طيب انت مركزك ايه يا عمر؟ باك رايت. لعب باك رايت؟ جميل تمام. لعبت دوري امار شغالين دوري اليومين دول؟ اه بس دلوقتي خلاص خلصنا كده. خلصت الدور الاولاني خلص. اه طيب لعبت مع مين يا عمر في الدوري بتاعك؟ قول لي نظامه ايه؟ كام فرقه لعبتوها؟ لعبنا الاهلي ولعبنا السكه الحديد. جميل. ولعبنا الانتاج الحربي ولعبنا دوري منطقه القاهره صح؟ نلعب سوبر. ايوه منطقه. تلعب سوبر دوري منطقه القاهره. على كده انت لعبت ماتشات بره القاهره؟ بره القاهره؟ ايوه في الجيزه لعبنا البنك الاهلي. جميل تمام. بس كده يعني انت لعبت فرق الدوري الممتاز؟ اه. لعبت فرق الدوري الممتاز في الدوري ولا ودي؟ لا في ماتش ودي وفي ناس في الدوري. الاهلي ده في الدوري يعني في ناس منهم في الدوري. اه تمام. والبنك الاهلي ده كان ودي، كان في الجيزه يعني. والبنك الاهلي كان ودي. اه تمام. لعبت مين ماتشات بقى بره القاهره خالص؟ يعني مثلا في اسكندريه، في بورسعيد، في لا ما رحناش بره. ما رحتوش لعبت بره. تمام. وانت يا مصطفى؟ ما لعبتوش بره خالص. ايوه. جميل. لعبت بس بتلعب دوري هنا بس في منطقه القاهره. ايوه منطقه القاهره. تمام. وانت يا حسن؟ لا برضه ما رحتوش. لعب دوري بس في منطقه القاهره. جميل. طيب بالنسبه تعاملتك ازاي مع اصحابك في الملعب مع زمايلك؟ بتعامل معاهم عادي يعني هزار في الملعب عادي، بس في وقت التمرين بنقطع الهزار خالص يعني. تمام. طب بالنسبه لتعليمات المدرب في الملعب بنسمع إيه تعليمات ايه؟ زميلك مثلا، هنتكلم مثلا عن زميلك، ايه زميلك مثلا ما نفذش التعليمات، انت بتعمل ايه كدورك في الملعب؟ باخده وبهديه كده على جنب يعني عشان ما يحصلوش حاجه يعني في الملعب، الحكم ما يكلموش، ما يحصلوش حاجه يعني. تمام. تخليه ينفذ التعليمات بتاعت المدرب. المدرب برضه والحكم. تمام. طيب مصطفى بالنسبه انت كلمة معاك كام فرقه في الدوري لعبت معاكم؟ السكه، الاسماعيلي، من تاني؟ انتوا بتلعبوا الماتشات دي كل اسبوع صح؟ اه كل اسبوع ماتشين؟ كل اسبوع ماتش. كل اسبوع تلعب دوري منطقه بعد كده تلعب دوري سوبر؟ تصفيات بعد التصفيات على طول؟ لا بعد التصفيات ديت انا مش عارف الصراحه. انك تلعب دوري منطقه بس؟ بتاعنا الدوري. تمام. تلعبوا دوري منطقه بس، لو دور اول دور تاني وخلاص على كده. ايوه تمام جميل. طيب حسن انت قلت لي بقى بالنسبه للفرق اللي انتوا لعبتوه، بالنسبه للفرق اللي انت لعبتوه. ايوه مره ثانيه عايزين نتكلم بقى عن نتائج الفرق معاكم، انتوا نتائجكم ايه معاهم، نتائجهم ايه معاكم؟ كام يعني غلبنا كام؟ غلبناهم كام؟ الاسماعيلي كسبنا مره 3-1 ومره تعادل. جميل تمام. والسكه تقريبا انا ما حضرتوش. تمام. كنتش موجود ليه بقى؟ كنتش موجود ليه في السكه؟ مش فاكر والله ساعتها كنت غايب.
والثاني والاهلي جميل خسرنا منه مش فاكر 7 ولا 5 حاجه زي كده. وال ده لعبتوه في مدينه نصر؟ اه في ملعبه. جميل. وانت عمر لعبت بالنسبه لعبت الماتشات دي كان الماتشات كلها كنت بتلعب ولا كان في ماتشات ساعتها كنت قاعد؟ لا في ماتشات كنت قاعد وماتشات كنت بلعب. جميل. طبعا كان زمايلك الناس اللي قاعدين يقولوا لك كابتن معادني مش كابتن معادني طبعا ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش طبعا الكلام ده. هو كابتن برضه ليه وجهه نظر. تمام. احنا نحترم وجهه نظر المدرب سواء لعبت سواء ما لعبتش هو وجهه نظره هو اللي ايه؟ هو اللي هيحدد يعني. هو اللي هيحدد التمام. طيب جميل. بالنسبه لمصطفى ايه رايك في الماتش بتاع بايرن ميونخ والاهلي؟ قعدت طبعا اتفرجت شفت الصراحه كان يعني الاهلي يعني كان بيستلم ويباصي على طول مش اللي هو يستلم ويقعد يمرقص ومنظرهم وهم بيلعبوا كان شكلهم حلو اللي هو يعني نطلع اللي احنا ب2-0 ديت يعني حاجه حلوه اللي احنا تعبنا نفسينا واجتهدنا عشان نطلع من النتيجه دي. جميل. تمام. طبعا انت بتقعد تتفرج على الدوري الاوروبي بيعجبك مين من الفرق بتلعب دوري اوروبي بتلعب كويس؟ ايه بيعجبك ايه من الفرق اللي بتلعب دوري اوروبي كويس؟ هو يعني الفرق اللي انا بتعجبني في الدوري يوفنتوس وباريس وبايرن ميونخ. بتقعد تتفرج على ماتش زي ده بتتفرج على اللعيب اللي بيلعب في نفس مركزك؟ اه اكيد عشان اعرف هو بيتحرك ازاي وتحركاته بيعملها ازاي واشوف هو تحركاته في الملعب بيعملها ازاي عشان جميل. انا مش قاعد اتفرج مين جاب جون مين ما جابش مين لعب كويس مين لعب كويس اهم حاجه المركز بتاعي صح كده. جميل. عمر شفت طبعا الماتش بتاع الاهلي وبتاع البايرن. طبعا مصر كلها اتفرجت على الماتش. ايوه طبعا. عايزين بقى ناخد رايك. هو كان الاداء بتاع الاهلي كان حلو بس يعني ده شيء شرفنا برضو اللي احنا نطلع من البايرن 2-0 بدل ما كنا نطلع 8 يعني البايرن غلبه برشلونه 8 وغلبه ريال 6 وغرب الريال 6 يعني ده شرف لينا برضو ان احنا نطلع 2 بدل ما نطلع 8 بس الاهلي برضو ادى حلو مع البايرن. عجبك مين من الفرقتين؟ من الفرقتين؟ اه انا عجبني حسين الشحات وطاهر محمد طاهر والشناوي طبعا يعني. جميل. طاهر كان كويس في الماتش ده. جميل. طب الفرقه الثانيه؟ طبعا كلها. اه طبعا. طبعا كلها طبعا ده بطل اوروبا. اه طبعا. وانت يا حسن؟ افضلهم يعني كان في الباير كنت شايف ليفاندوسكي وكومان. جميل. وطبعا اول ما نزل سانيه كان اداؤه حلو قوي في الملعب. جميل. كان عمال يستلم الكوره ويحرك. انت ايه رايك في الماتش؟ الماتش والله كان حلو. انا كنت طبعا نفسي كان الاهلي يكسب بس شرف لينا ان احنا نلاعب افضل فريق في العالم ويخسرنا 2-0 مش مشكله واحنا كان ادائنا حلو. ومسكنا كوره ولعبنا ودافعنا بشكل كويس والحمد لله يعني ربنا اراد ان احنا نخسر منهم بنتيجه كويس. كان عاجبك مين في الاهلي كانوا كويسين؟ كان عاجبني طاهر طبعا اول واحد والشناوي وكان عاجبني محمد هاني طبعا. محمد هاني كان ما شاء الله عامل ماتش كويس. وبعديه كان بدر بنون كان حلو والله. بس هم دول اللي انا شايفه. تمام. طيب مصطفى انا طبعا معاك كلمات كتير عشان ناخد طبعا مصطفى عايز اتكلم معاك في بخصوص الماتشات بتاعت الدوري الاوروبي. لما انت بتتفرج على ماتشات الدوري الاوروبي بتستفاد ايه؟ انت كلاعب كوره بتستفاد ايه؟ بستفاد من مهارات اللعيبه اللي هم بيعملوها والتحركات بتاعتهم والتمرينات بتاعتهم حتى اللي هم بيعملوها قبل الماتش التسخينات ديت بتفيد يعني. جميل. والاداء طبعا جوه الملعب في طريقه الاداء وطريقه التعامل مع المدربين وطريقه التعامل مع الحكام طبعا كل الكلام ده بيفرق. بس هو الصراحه طريقه الحكام يعني بره يعني غير طريقه الحكام في مصر يعني الحكم مثلا لو زي في ماتش الاهلي والدحيل لما لعب الكوره كان المفروض اصلا هي مش اوف سايد راح حسبها اوف سايد والجون بتاع انتر بوالي ما اتحسبش. تمام. ما هو ما حسبهاش ليه بقى؟ عشان هو بقى هو اللي رايد بقى ما يحسبهاش. ما هو حسبهاش هو كان متسلل. ايوه هو كان متسلل. هو غصب عنه مش هيحسبها هو لازم مش هيحسبها طالما هو في وضع التسلل هو مش هيحسبها بس هو كانت الطريقه كانت كويسه يعني كان التعامل كان كويس. هو الصراحه يعني اداء النادي الاهلي يعني الصراحه حتى الجمهور الزمالك قال عليه اللي هو حلو الصراحه. هو اداء الاهلي في الماتشات بياخد كل الماتشات كلها حماسيه بيلعب الماتشات كلها زي ايه واخدها بجد وبروح حماسيه اللي هو ايه اللي احنا يعني عندنا عزيمه واصرار اللي احنا نكسب واللي احنا يعني حاطين ان
لو احنا مشينا مع ربنا ان شاء الله هنكسب بامر الله. طبعا مصطفى حسن، حسن محمود لاعب محمد لاعب حسن، عايزين نتكلم يا حسن بالنسبه للدوري الاوروبي. بتقعد تتفرج على ماتش الدوري الاوروبي انت كلاعب كوره بتستفاد ايه في الملعب؟ بستفاد من خبرتهم، بشوفهم تحركاتهم ازاي، بيسلموا ويستلموا ازاي كده يعني، وحافظين اللعيبه بشكل اكتر من الانديه اللي هنا عندنا في مصر، بيقربوا لبعض، بيقربوا خطوط لبعض. ايوه حافظين بعض يعني كل حاجه يعني احسن من عندنا. تمام طبعا احنا بنتكلم في الامكانيات. ايوه بنتكلم في فرق الامكانيات، دي اسمها فرق الامكانيات. أيوة. طيب بالنسبه بقى انت بتبقى انت بتلعب خط نص، تتفرج على ماتش، تتفرج على اللعيب اللي في خط النص عشان انا استفاد منه. طبعا صح، عشان انا استفاد من طريقته. انا كنت بتفرج على الريال، كنت بشوف مودريتش واسكو كان عاجبني، وتوني كروس بعدي. تمام طيب طيب يا عمر، برضو بالنسبه للماتشات بتاعه الدوري الاوروبي بيعجبك مين من اللعيبه في مركزك في الدوري الاوروبي؟ يعني انا ما بحبش اتفرج على الدوري الاوروبي طبعا. تمام ليه بقى؟ ابدا بيبقى ليه سبب. ايوه السبب ايه بقى؟ مش عارف والله، بس انا ما بحبش الدوري، ما بحبش اتفرج على الدوري الاوروبي يعني. تمام بيعجبك انهي دوري؟ بحب اتفرج على الدوري المصري برضو. تمام والدوري الاوروبي اتفرج عليه بس مش قوي يعني، افهم برضو. بيعجبك مين من اللعيب في الدوري الاوروبي؟ في مكان انا في لازم في مكان يعني ولا في مكان تاني؟ لا في مكانك، انا بتكلم على مكان اللي في مكانك انت. طب في الدوري المصري هنا؟ في الدوري المصري هنا بحب محمد هاني. تمام ايه رايك في اداء الماتش بتاع الاهلي؟ كان عامل ماتش كويس. كان عامل ماتش كويس ايوه. تمام طيب يا جماعه انا بطلع فاصل وارجع لكم من جديد. Thank you.
عدنا اليكم من جديد مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل، وارحب بضيف العزيز طبعا الغالي عليا الكابتن طارق زين مدير فني ايزو سبورت 2007. اهلا وسهلا كابتن طارق. ازي حضرتك كابتن؟ عامل ايه؟ الله يخليك كابتن، شرفتني يا كابتن طارق. الله يخليك كابتن، احنا المتشرفين بحضرتك. الله يخليك. الله يخليك كابتن. طبعا معايا اللاعب يوسف تامر 2007 لاعب ايزو سبورت. صح. عامل ايه يا يوسف؟ اخبارك تمام؟ ومعايا اللاعب محمد عبد الله 2007 لاعب نادي ايزو سبورت. اهلا وسهلا محمد. الحمد لله على السلامة. عايزين يا جماعة نتكلم مع كابتن طارق عن أكاديميات كرة القدم وعن فرق الدوري في والناشئين في منطقة القاهرة، وبيلعب دوري منطقة القاهرة، بيلعب دوري سوبر، وطبعا مسك العديد من الأندية المصرية وكان مدير فني الفرق في الدوري المصري. فارجع له ان شاء الله كابتن طارق. عايز اتكلم معاك بقى، انت مسكت فرق ايه؟ دربت فرق ايه؟ والله كابتن انا اول ما بدات طبعا كنت من انا من لا كلاعب سوهاج والطيران ومصر التامين، انت حضرتك فاهمني، والطيران والماظه، وبدات بقى مدرب كاكاديميه مقاولين العرب فرع المعادي كابتن محمد مصطفى. جميل. وبدات ايزو سبورت بعد ما سبت الاكاديميات طبعا مدير فني 2007. جميل تمام. واحنا اصلا انا من ابن نادي مصر التامين. جميل. انا من حضرتك من عند حضرتك من هنا بحب اشكر كابتن محمود عبد الفتاح، راجل محترم ومدرب قدير، وبشكر كابتن رمضان مدير قطاع الناشئين بتاع مصر التامين، ناس محترمه بتقف جنب اللعيبه، واي لعيب بيعوز حاجه صراحه بيقفوا جنبه، كابتن برديسي وبالذات كابتن محمود عبد الفتاح ده بيقف جنب اللعيبه كتير بامانه يعني. جميل تمام. يعني اي خدمه طبعا بتطلب منه على طول يا كابتن؟ على طول. جميل. في اي حاجه في النادي بيطلب بيها. واستاذ عادل موسى رئيس النادي طبعا راجل محترم، واحنا كان السنه دي في مصر التامين في الاكاديميات بنعمل مستوى كويس، بيبقى في متوشه وديه بيعملوها وبيسوق لعيبه، يعني بامانه شغالين شغل كويس بامانه يعني في نادي اكاديميه مصر التامين ونادي مصر التامين. لكن في ايزي سبورت السنه دي كنا شغالين ماتش، شغالين دوري كويس، بس الموسم ده حضرتك عارف الكورونا بقى وبتاع، الموسم اتضرب. تمام قالك وقف النشاط البراعم ده كله اتضرب يعني بامانه، يعني مش شغالين بس الناشئين، في ناس اتظلمت ومعاها لعيبه كويسه بامانه، وانت حضرتك عارفها وشفت فيديوهاتها وشفتهم في الملعب، لعيبه الله اكبر كويسه يعني الحمد لله. جميل. هم ما شاء الله هم اللعيبه بتشكر فيك يا كابتن طارق، واقف جنبنا وبيساعدنا احنا بنعملهم زي عنا وربنا اللي يعلم، ومتقين ربنا في شغلنا يعني الحمد لله. بيقول لي احنا ما طلعناش لعبنا ماتشات بره، قلت لهم اول ماتش بره بكره. ان شاء الله طالعين بورسعيد. انا احب اشكر برضه حضرتك اللي انت هتودينا بورسعيد، بلد محترمه، ناس محترمه، وصراحه كنا بنروح معسكرات فوق دماغنا، لما كنا بنروح معسكرات في بطوله الشركات ومعسكرات في انديه، ناس محترمه بامانه، شعب بورسعيد ده شعبه محترم اقسم بالله. ربنا يخليك. الله يخليك كابتن. الله يخليك. طبعا برحب باللاعب يوسف تامر. عايز طبعا اتكلم معاك، انت بقى بدات ازاي؟ لعبت بدات في وادي دجله. جميل. ورحت بعدين سبورت مع كابتن طارق زين، ودلوقتي حاليا رحت دلوقتي مصر التامين مع كابتن طارق زين ومحمود كابتن محمد عبد الفتاح. جميل. مركزك ايه يا يوسف؟ بلعب ديفندر. بلعب ديفندر. جميل. طيب انت بتعمل ازاي مع الكابتن طارق معاك في الملعب؟ بيبقى مثلا عصبي معاك في الملعب، بتعمل معاه ازاي؟ الشقعة ساعة الماتشات بيبقى الجد جد والهزار هزار، لما ننزل الملعب بالجد مفيش هزار. جميل تمام. طيب يا جماعة معايا مداخلة من زميلي المعلق الرياضي كابتن أحمد مجاهد. كابتن محمد مساء الخير، أخبارك إيه؟ أهلا وسهلا كابتن أحمد، أخبارك أنت إيه؟ تمام؟ بخير الحمد لله. أيوة كابتن أحمد، معايا ضيفي كابتن طارق زين مدير فني نادي إيزو سبورت 2007. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكابتن طارق طبعا، صانع النجوم والعمالقة والنجوم اللي في الدوري الممتاز، تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل، كل قصة العمل في الصحة والجمال. ربنا يخليك يا كابتن احمد. دلوقتي انا عارف ان حضرتك في الدوري بتاع الاكاديميات العربيه، البطوله العربيه لاكاديميات كره القدم، عايز طبعا اديني فكره كده عن الدوري عندنا. طبعا يا كابتن محمد احنا بنخضع تحت مظله جامعه الدول العربيه، الاتحاد العربي الاكاديمي لكره القدم اللي بيرقصه معالي السفير يوسف خاطر ومعالي الوزير طه المشاش وزير الرياضه بليبيا، وعندنا هنا كابتن محمود سالم هو رئيس لجنه المسابقات بجمهورية مصر العربية، متواجدين النهارده في كفر الشيخ وتحديدا من بلطيم من دور الأكاديميات، دور مكون من 16 فريق وبيصعد 8 فرق، وبنعمل نظام المجموعتين، وبيحصل في النهائي كاس بنعمله باسم الاتحاد العربي، وبيحضروا مجموعة من السفراء ومجموعة من الوزراء العرب، حتى في بطولة إن شاء الله هتنطلق في شهر 6، دي البطولة العربية اللي هيشارك فيها الجزائر وتونس و
بعض الفرق من شمال افريقيا وهيشارك منتخب مصر طبعا. جميله كابتن احمد، طبعا انا عارف ان فيها هيتعمل منتخب مصر لجميع المواليد. طبعا من 2005 كان المفروض هنعمل مواليد، ولكن احنا فضلنا يكون من 2008 عشان من 2005 دخلنا في الناشئ. احنا عندنا البرعم 13 سنه 14 سنه بقى بيلعب دور النهارده الناشئين، اما 13 سنه 12 سنه 11 وهكذا ده في دور البراعم. جميل يا كابتن احمد. كان في دوره معموله في حي الاسمرات طبعا كان حاضرها السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي. طبعا كان في البطوله الاخيره اللي فاتت اللي كان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي كان حاضر النهائي بتاعها واشاد بكل الاكاديميات اللي كانت متواجده وبالمدربين وبالاداء وبالتنظيم، وكان اخرها اللي كانت في محافظه دمياط اللي كانت لسه بقالها يعني تقريبا اسبوع منتهيه، وفي كاس هيبقى كاس الاتحاد هيبقى بين محافظه بورسعيد ومحافظه دمياط لسه الاتحاد هيحدده، وباذن الله في القريب العاجل هيقام اللقاء ده على ارض بورسعيد او ارض محافظه دمياط طبعا بحضور حضرتك وبحضور يوم كره القدم المصريه و حد من المتواجدين في جامعه الدول العربيه من الوزارات المختصه في جامعه الدول. تمام يا كابتن احمد، ربنا يخليك. طبعا شرفتنا باتصالك كابتن احمد، والشكر لحضرتك والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على الدعم الموجود للاتحاد العربي لاكاديميه كره القدم والبطولات اللي بتتعمل. طبعا هيعملوا منتخب مصر جميع المواليد، ده حاجه كويسه. طبعا كابتن عبد البغدادي عندنا مسؤول اتحاد الاكاديميات في اكاديميات معموله في محافظه دمياط، الاستاذ محمد الدهري، الاستاذ اسماعيل، الاستاذ احمد مجاهد منسق العام في محافظه كفر الشيخ، في محافظه البحيره، في محافظه الفيوم، في محافظه القاهره، معمول في جميع المحافظات على مستوى مصر. كابتن طارق كان عامل دوره في حي الاسمرات الفواريه العربيه، حاجه جميله مشرفه طبعا لمصر، فيها جميع من دول العربيه، الجزائر ومن تونس ومن الاردن، حاجة كويسه طبعا مشرفه لينا ولجمهوريه مصر العربيه. كابتن طارق ارجع لك تاني، ايه رايك في الكلام اللي كابتن احمد مجاي كان بيقوله؟ صراحه كلام كويس وبتاع، ولو اتنفذ هيبقى 100 100، والبراعم لازم تاخد حقها كابتن محمد. تمام. مظلومه واتظلمت السنتين اللي فاتوا دول. تمام. كمدربين وكلاعيبه وكل حاجه. جميل. مدربين برضو اتظلمت اللي ما بتديش حقها وما بتطلعش اللي عندها، واللعيبه ما حدش بيشوفها كابتن، في لعيبه بتتظلم كتير. جميل كابتن، انت عندكم بالنسبه لنظام الدوري نظامه ايه؟ نظام يعني الدوري بتلعب دوري دور واحد دورين؟ لا دورين بس، هم اول الموسم جه كابتن احمد مجاهد رئيس الاتحاد قال لك البراعم دور واحد. جميل. الدور الواحد ده ما كملش كمان. تمام. احنا بنطالب هنا من بمبر بتاع حضرتك لازم الدور حتى يتلعب عشان المدربين واللعيبه، حضرتك فاهمني، لازم تاخد حقها، لازم الناس تشوفها. تمام. طبعا بوجه الرساله للكابتن احمد مجاهد لجنة الثلاثيه لاتحاد كره القدم. طبعا كابتن احمد انت حضرتك عامل شغل كويس وعامل قرارات كويسه في اتحاد الكوره وعامل مجهود كويس، طبعا كان في اتحاد كره اليد برده كان عامل شغل كويس في البطوله الاخيره بتاعت العالم، وشرفوا مصر طبعا قدام فرق جامده وقدام فرق العالم، وطلعوا بمظهر كويس تحت رعايه السيد الواد اركان حرب القائد الاعلى للقوات المسلحه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. طبعا كل الشكر والتحيه لحضرته، طبعا هو عامل حاجه كويسه وصانع الانجازات وواقف جنب الرياضيين وبيحضر جميع البطولات العالميه على محافظه على القاهره على مستوى جمهوريه مصر العربيه. معايا طبعا اللاعب يوسف تامر، ارجع له تاني اتكلم معايا. يوسف بالنسبه للاعب المحلي مين اللي بتشجعه؟ بحب حمدي فتحي. حمدي فتحي. طيب اللاعب اللي في الدوري الاوروبي؟ بوب. جميل. بالنسبه انت بتتفرج على الدوري الاوروبي ماتشات الدوري الاوروبي انت بتستفاد ايه؟ انا بحب الليفربول، بحب انا اشجع ليفربول. انت تستفاد ايه؟ بشوف اللعيبه بتلعب ازاي في نفس مركزي، بشوف بوجبا بيلعب ازاي عشان اقلده في طريقه لعبي. جميل. تمام. وانت محمد تحب مين بقى في الدوري المصري؟ في الدوري المصري كابتن محمد شريف، وفي المحلي الاوروبي يعني بره ليفاندوسكي. ليفاندوسكي. تمام. عشان تبلعوا راس حرب. طب تستفاد ايه بقى من ما تتفرج على الدوري الاوروبي وتتفرج على الفراودي؟ انا بتفرج على الدوري الايطالي اللي بيلعب فريق الانتر ميلان وكده، يعني لوكاكو بشوف تحركاته ازاي. جميل. هو لعيب. جميل. بشوف تحركاته وبعمل تحركاته. بتعمل نفس التحركات بتاعته نفس الشغل اللي هو بيشتغل. جميل.
طيب بالنسبه ليوسف، انت لعبت كم فرق دوري؟ لعبت كم ماتش؟ لعبنا ماتشين. ماتشين في الدوري كله؟ اه. والباقي كله وقف؟ لا وقف. تمام. وانت محمد؟ زي برضه نفس الكلام. جميل. تمام. ارجع لك تاني كابتن طارق. طبعا معايا الصور بتاعت حضرتك، عايزين نعقب عليها كده، نتكلم عليها كده. لا طبعا كابتن محمود سعد طبعا لا غنى عن التعريف عنه، يعني كنت معاه في اتحاد الكوره. كابتن محمود سعد ما شاء الله عليه، يعني كابتن محمود سعد طبعا من الناس المحترمه، يعني كنت معاه في اتحاد الكوره صراحه، يعني بيقابل الناس اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش، راجل محترم بامانه. كان عامل لنا محاضره صراحه، محاضره يعني. فيديو زوم خلال فتره التوقف، خلال فترة الحظر. هو صراحة يعني كل 3 ايام محاضرة. بيشتغل 48 ساعة في ال 24 ساعة. كانت كل 3 ايام محاضرة. دي حقيقة. ما خدش جنيه من حد. لا لا مش بتاع الكلام هو ده. فيها الدكتور راندي، فيها الدكتور مفتي، يعني فيها ناس كويسة، الدكتور شيخ، أسامي كلها. السيد كل ده أسامي. ناس على العلامة. كابتن مفتي ده. يعني علامة من علامات الكرة المصرية. دي حقيقة. احنا كنا بنستفاد. يعني شوف هم دماغهم وصلت لفين وفكروا لفين. دي يعني حقيقة. ناس بتطور. دي حقيقة. وشغال بس شغل كويس. بس احنا نساعد بقى، يعني نطور واحنا نساعد. ربنا يكرمك يا كابتن. ده طبعا كنا في ماتش وادي دجله اكاديميه نادي زينهم، وده كابور يا ابني الصغير. ما شاء الله ربنا يخليه لك. مواليد كام؟ ده 14 2014. الله يخليك طالع، يعني موهبه كويسه يعني. تمام يا كابتن. ودي اكاديميه مصر التامين بقى كابتن. تمام يا كابتن. دي جميع المواليد؟ دي من جميع مثلا بتبدا من 7 8 9 10 وانت تتدربوا فين بقى يا كابتن؟ في نادي مصر التامين، ملعب النادي. في ملعب النادي. لا ما النادي مصر التامين صراحه هو في حته كويسه خالص، غير اي اكاديميه بامانه، يعني بيعامل الفرقه زي الاكاديميه. تمام. ده بيتعامل نفس النظام بقياده كابتن محمود عبد الفتاح مدير القطاع الاكاديميه. تمام. ده شيكو ابني بقى، كنا في النادي الاسماعيلي وكنا عاملين ماتش ودي كده وصورناه هناك. الاسماعيلي القاهره، اللي هو فرع القاهره اللي هنا. تمام. شيرتون. تمام. ده مواليد كام؟ ده مواليد 2011. 2011. تمام. ان شاء الله ربنا يخليك. الله يخليك كابتن محمد. طبعا انت بالنسبه بقى لماتشات الاكاديميات، لعبت كام اكاديميه هنا في القاهره؟ احنا لعبنا اكاديميات كتير صراحه، بس مع حضرتك من ساعه برضو الشهرين اللي فاتوا دلوقتي وقفوا البراعم، كله بقى يخاف يعمل متوشه دلوقتي. تمام. دي اكاديميه كابتن اشرف رمضان، طبعا حاجه محترمه. كابتن هاني عاطف عنده اكاديميه نجوم مصر، برضو حاجه كويسه جدا مشرفه عندنا. كابتن ألمز عامل شغل حلو، أكاديمية محترمة برضو، يعني احنا بنقول معظم الناس عاملين أكاديميات محترمة. كابتن هشام عبد الباسط طبعا مدربين في محافظة بورسعيد تحت رئاسة كابتن عبد البغدادي شيخ المدربين عندنا، وكابتن جمال نوفل الراجل المحترم رئيس منطقة بورسعيد كان يبذل كل مجهود لصالح لاعبين محافظة بورسعيد، كل مجهود لصالح المدربين ولصالح اللعيبه، يعني الراجل بيبذل كل مجهود سواء هو منطقه بورسعيد باكملها. اتكلمنا على ماتشات بتاعت الدوري، اتكلمنا على ماتشات الدوري المنطقه، اتكلمنا على ماتشات دوري القطاعات. طبعا اتحاد الكوره احنا عارفين ان في قرارات كتيره طلعت بسبب موضوع جائحه كورونا، فالقرارات الجديده طبعا مناطق كلها لازم تنفذ التعليمات، لازم تمشي التعليمات اتحاد الكوره. ايه رايك يا كابتن طارق في القرارات الجديده اللي طلعت؟ والله كابتن بص، احنا لازم زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه، لازم نقف جنب السن الصغير ده. جميل. ولازم ناس تبقى تقف في ظهر اللعيبه دي، اللعيبه دي ما خدتش حقها بقى لها موسمين. في لعيبه السن بتاعها بيكبر عن منطقه البراعم ديت، بيطلع كناشئ وناشئ، في لعيب في انديه ما بتبقاش شايفه اللاعب من صغره، لازم تدي اللعيبه دي حقها عشان تشوفها صغيره، عشان بعد كده ما يخش اي قطاع وفي واحد يجي له فرصه كويسه ماشي، لكن غير كده في ناس بتزل. يعني انا عندي محمد عبد الله فيرود هايل، عندي يوسف 2007 محمد 2007 يوسف تامر صراحه ديفندر بيلعب اوف رايت وباك رايت، لعيبه مظلومه بقى لها السنه اللي فاتت كابتن والسنه دي. جميل يا كابتن. لا احنا دول يطلعوا يلعبوا بره مع فرق بره، يلعبوا بقى فرق الدوري الممتاز عشان يستفادوا. واحنا رايحين كمان بورسعيد بكره مستضيفينا في دوره ان شاء الله، وانا بشكر هنا حضرتك والناس بتاع بورسعيد كلها اللي هتستضيفنا بكره، نعمل متوشه كويسه ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن طارق، تشرفنا. الله يخليك. يوسف كنت عايز اتكلم معاك بخصوص علاقتك باللعيبه جوه الملعب زمالك. احنا كلنا اخوات واصحاب مع بعض، وقت الهزار هزار وقت الجد جد، لما ننزل الملعب بنبقى كلنا ما بنضحكش ونتفرج. بالنسبه للماتشات بتتكلم معاهم في، تكون في الملعب تتكلم في ماتش بين الشوطين؟ لو احنا كسبانين يعني بنشجعهم اكتر عشان نجيب ادوار، نحمس اكتر. نحمس اكتر. واحنا خسرانين برده بنشجعهم برده عشان نحاول برده نجيب اجوان ونتعادل ونجيب النتيجه.
جميل تمام. طيب انت اتفرجت على ماتش البايرن والاهلي؟ اه. كنا بنتكلم قبل الحلقه وقعدنا نشد مع بعض. أوه. انت بقى عايز تقول لي رايك. هو طبعا نادي البايرن احسن فريق في العالم، هو فريق كبير، والنادي الاهلي برضو فريق كبير. جميل. والاهلي برضو قدم مباراه كويسه امام النادي البايرن. جميل تمام. استفدت ايه من المباراه؟ شفت يعني اللعيبه زي محمد هاني لعب هايل، كان لعب ماتش هايل. جميل. ما كانش فارق معاه النتيجه بس كان بيلعب. كان بيلعب. جميل. وطاهر محمد طاهر لعب برضو ماتش هايل، وحسين الشحات. جميل تمام. والشناوي برضو. جميل. طيب واستفدت ايه بقى من البايرن؟ ان هو فريق قوي واحترم الاهلي، والاهلي احترمه وكان فريق كويس. جميل. وانت محمد طبعا اتفرجت على، مفيش واحد ما اتفرجش على الماتش. اه اتفرجت عليه. اتفرجت بقى عليه. استفدت ايه من الماتش؟ يعني استفدت من اللعيبه، لعيبه الاهلي يعني. هو شيء اساسي ان الاهلي كان هيخسر، بس هم كانوا بيحاولوا ان هم يوصلوا للهدف، يحاولوا ان هم يكسبوا. يحاولوا ان هم يعملوا نتيجه طبعا مع فريق بطل اوروبا. فرق امكانيات صح؟ جميل. استفدت ايه بقى اكتر من الماتش كله، سواء من البايرن او من الاهلي؟ يعني انت كلاعب كوره استفدت ايه؟ من انا كلاعب كوره اقعد اتفرج، ما اقعدش اتفرج على ماتش وخلاص، ما اقعدش اتفرج مين كسب مين خسر. لا، انما استفدت ايه بقى؟ استفدت يعني من تحركات اللاعب ليفاندوسكي برضو، يعني كان حاطط هدفين حلوين برضو. استفدت من تحركاته ومن تحركات محمد شريف وولتر بوليا كده. جميل. نرجع لك تاني كابتن طارق. برضو الماتش طبعا انت اتفرجت عليه حاجه؟ لا، الباير حاجه كبيره، والنادي الاهلي طبعا فرقه محترمه لعبت على قد امكانيات الماتش، احترمت الفريق الخصم بالظبط كده، عشان لو فتحنا طبعا احنا مش هنقدر نجيب المكان ده. تمام. انت عارف البايرن ميونخ طبعا فرقه عالميه يعني. تمام. والاهلي فرقه محترمه برضو زي الزمالك، نادي كبير برضو. يعني ما شاء الله عامل ماتش حلو. ولو كان الزمالك برضو كره كان هيبقى كده برضو، كان هيلعب كويس وبتاع والناس كلها هتشجعه. الزمالك ان شاء الله عنده بطوله، عنده مولوديه الجزائر، ماتش بكره، ربنا يستر الناس كلها المصريين. احنا مع الزمالك كلنا مصريين. تمام. النهارده مع الاهلي كلنا مصريين. مع الاهلي كلنا مصريين. دي ما فيهاش جدال في اي حاجه. جميل تمام. شفت الاداء بتاع البايرن؟ شفت تحركات البايرن في الملعب؟ شفت الكره صعيبه سلسه قوي معاهم يا كابتن، بيلعبوا السهل، ما حدش بيزود عن اللي المدرب طالبه منه، عشان كده الماتش بيعملوا كل حاجه اللي هم عاوزينه بيعملوه. جميل تمام. طيب يوسف، كنا عايزين نتكلم في الدوري الاوروبي. تمام. بتحب فرق مين في الدوري الاوروبي؟ ليفربول. وانت محمد؟ انا بحب فرقه الباير طبعا، البايرن ميونخ. بتحب فرقه الباير. جميل. طيب يا كابتن طارق، بخصوص الفرق اللي هي 2007، كم فرقه عندك هنا في الدوري؟ احنا لا كتير طبعا، احنا كمجاميع 7-8 مجاميع. كتير، متقسمه على 7 فرق او 7 فرق بالظبط، ويمكن 9 مجاميع كمان. تمام. بياخدوا بقى اول وثاني من كل مجموعه، وهو بيعملوا تصفيات، ولا بياخد اول وثاني وثالث ورابع؟ لا، اول وثاني بس. اول وثاني من كل مجموعه في الثمانيه مثلا، يعني 16 فرقه يعمل تصفيات بالظبط كده. طيب اول وثاني برضو من 16؟ لا دي ما اعرف. لا بياخدوا بقى الاول بتاع، ما بيطلعوا ال 16 بياخدوا اول بس منه. بياخدوا الاول بس. يلعب دوري سوبر بالظبط كده. صراحه برضك بشكر برضك منطقه القاهره، كابتن محمد حشيش برضك وكابتن ايمن حسان، ناس محترمه برضك صراحه بامانه، يعني ما تروح لهمش في اي حاجه لما يقفوا جنبك بامانه يعني. جميل تمام. انت بالنسبه للمدربين معاك في الجهاز الفني؟ انا طبعا انت حضرتك عارف احنا وقفنا طبعا عشان الكورونا بتاع. تمام. دلوقتي احنا في الاكاديميه بتاعه مصر للتامين، كابتن محمود عبد الفتاح هو مدير الاكاديميه طبعا، هو الرئيس بتاعنا يعني، راجل محترم زي حضرتك كده، واحنا من تحت منه بندير يعني بامان. هو يقول على التمرينات وبتاع ويقف معانا وبيتعب معانا زينا زيه بامانه في الملعب. هو الكلام على مصر التامين ده عايز حلقات، ده كتير بامانه يعني. يعني هو عايز منظومه حلقات. كابتن منظومه نفسي يعني حضرتك اما الناس كده تيجي تسجل معانا تشوف مصر التامين بقى من اول رئيس النادي استاذ عادل موسى لغايه مدير قطاع الناشئين كابتن رمضان لغايه مدير قطاع الاكاديميات كابتن محمود عبد الفتاح. وبحب اشكر كابتن محمود عبد الفتاح من هنا. تمام. راجل محترم بامانه، ما اي حد يطلب منه اي حاجه هو بينفذها له على طول. جميل. طيب يوسف، بالنسبه للكلام بتاعك مع الكابتن وقت المباراه او بين الشوطين؟ بيكلمني بيقول لي لو انا حلو بيقول لي حلو ويشجعني، لو انا وحش يقول لي حسن الشوط الثاني عشان تبقى احلى من الشوط الاولاني. جميل تمام. وهو بيكلمك عن ادائك في الملعب، تحركات في الملعب، تحركات ازاي امسك ده، ازاي اتحرك مع ده، ما اسيبوش لوحده، ابقى خلط على طول، ابقى معاه، ما يستلمش الكوره على طول، ابقى معاك. طبعا وقت التمرين لازم اكون حاضر قبل ميعادي بنص ساعه او بساعه. تقريبا بنبقى نص ساعه ساعه كده.
جميل، ويكون موجود مع زمايلي وما عملش مشاكل مع زمايلي عشان زمايلي يحبني. لا كلنا كلنا اخوات واصحابه بنحب بعض، ما حدش. وانت حد محمد كلامك ازاي مع الكابتن بتاعك اثناء المباراه او يعني بعد المباراه؟ يعني الكابتن لو بلعب بادي حلو يعني في الملعب بيقول لي حلو خليك على نفس الاداء كمل، يعني لو اداء وحش هو بيزعق بس ده كل ده من مصلحتي. يعني بيزعق وبيشكر، هو بيزعق عشان يحمسك. بس كل ده من مصلحتي. هو يزعق عشان يحمسك، بيبقى انت الاداء بتاعك وحش لازم الكابتن يزعق. لازم عشان يحمسك في المباراه، عشان تبقى انت احسن من الموجود. اي مدرب عايز الكابتن يكون اللعيب عنده احسن من الموجود. صح. احسن من اللي موجود من زمايله او من الفرقه الثانيه. صح عشان طبعا يوصل للجول كويس، اقدر ان انا اهدف. صح صح. طيب بالنسبه للماتشات الدوري المصري، ماتشات الدوري المصري انت بيعجبك فريق الاهلي؟ اكيد. صح. طب بيعجبك مين تاني؟ نادي الزمالك. والزمالك كلام محترم. تمام. لما بتتفرج على الماتشات دي بتقعد تتفرج على الماتشات سواء الدوري المصري او الدوري الاوروبي، بالنسبه للاعيب اللي في مكانك، مين اللي بيعجبك في الدوري المصري في مكانك ومين في الدوري الاوروبي في مكانك؟ بحب حمدي فتحي في مكانه والسوليه. جميل. وديانج. وبره بحب بوجبا. تمام. بتشوف تحركاتهم ازاي في الملعب؟ ازاي بيتحركوا كده يعني. جميل. وانت يا محمد بالنسبه للدوري المصري، انت راجل بتلعب راس حربه، يعني بالنسبه للدوري المصري الفراوده في الدوري المصري؟ احمد ياسر ريان طبعا، كابتن احمد ياسر ريان يعني حلو برضو، وبحب اشجع فريق سيراميكا كليوباترا برضو والاهلي والزمالك. يعني سيراميكا كليوباترا فرقه جديده تصعد الدوري الممتاز. تمام. طب بالنسبه للدوري الاوروبي؟ الدوري الاوروبي بحب اشجع الباير. بتشجع الباير؟ تحب مين بقى في الباير؟ ليفاندوسكي طبعا. بس لا واحد من الفرقه. لا هو بيتكلم عشان مركزه بقى كابتن، عشان المركز بتاعه مثله الاعلى يعني. في مركزه. جميل. طب يا كابتن طارق عايزين نتكلم، طبعا انت حضرتك في اكاديميات كتير ولعبت اكاديميات، وبالنسبه للعيبه عندك تحمسهم ازاي في الملعب؟ تتكلم معاهم ازاي؟ ما هو والله يا كابتن محمد السن ده عاوز معامله غير اي معامله تاني. جميل. كل واحد بالمعامله بتاعته والسن بتاعه. السن الصغار طبعا لازم تدادي عليه ولازم تتعامل معاه كويس، ولازم واحده واحده تعلمه الباص الاول، ولازم ده عاوز مجال تاني لوحده خالص يا كابتن. انت حضرتك تبقى عارف مدرب كبير ومحترم يعني. تمام. لكن السن بقى ده وانت طالع بقى بيبقى عارف طبعا عادي انت بقى وفهم. خلاص فهم بقى قعد كتير في الملعب وفهم. تمام. بيسهل عليك كل التمرينات كمان. جميل. تمام. طيب بالنسبه لموضوع الاحتراف، والله كابتن موضوع الاحتراف هنا صعب قوي. ده مصطفى محمد طلع الاحتراف بالعافيه صراحه، هو فرد محترم. ما هو انت في كام لعيب محترف في الدوري؟ يعني في كام لعيب مشى من هنا؟ مشي السنه دي قليل قوي يا كابتن يعني، لكن انت بتجيب من بره كتير. محمد صلاح وعندك تريزيجيه وعندك، لا احنا دول احنا حضرتك يعني بنتكلم على مستوى الاحتراف. لا لا على مستوى الاحتراف لا كويسين. لا ما مصر فيها دلوقتي كويسين بامانه. احنا عايزين نتكلم على مستوى الاحتراف عامه اللي بيخدم منتخب مصر. لا دلوقتي هتلاقي منتخب مصر، حتى تجمع كده حضرتك هتلاقي منتخب مصر كويس يعني بيخدم منتخب. ما هو في مباراه في مارس دي قريبه اللي عندها، في شهر مارس. انت حضرتك هتعرف تيجي اللعيبه خدت الثقافه الاوروبيه خلاص، هتعرف تتعامل معاها هنا. محمد مصطفى محمد عرف خلاص، خد المجال الاحتراف خلاص، ربنا يزيله يا رب، وكل ماتش يجيب جون. خلاص احنا عندنا برضه نعمل لك ماتشات في النادي المصري، عندنا في نادي المريخ، احنا يزيدنا شرف فؤاد مع نادي البنوك، مع نادي الشرق، مع نادي الغزل، واحنا تحت امر حضرتك المحترمه، مع نادي الرباط، مع نادي الجمارك، نعمل اللي انت عاوزه يا كابتن. تيجي تشرفنا ان شاء الله. الله يخليك كابتن. الله يخليك. تحب تشكر مين في اخر حلقتنا؟ انا احب اشكر طبعا زي ما قلت لحضرتك كده كابتن محمود عبد الفتاح، اول الحلقه لغايه اخر الحلقه. الراجل ده راجل محترم. احب اشكر كل المدربين بتاعت مصر للتامين. احب اشكر طبعا الناس لعيبتي كلها اللي تعبت معايا بقى لها سنتين، وان شاء الله السنه دي وهتشوفها بكره حضرتك في الماتش لما تيجي حضرتك تصور معانا. وبشكر الناس اللي تعبت معانا يعني بره الملعب وجوه الملعب. جميل. الحمد لله يعني. تحب تشكر مين يا يوسف؟ احب طبعا اشكر كابتن طارق، واشكر كابتن محمود فتاح، واشكر كابتن جيده. وانت محمد؟ معلش يا كابتن، معلش انا قاطع كلامك. كابتن جيده طبعا مدرب محترم، هو اللي كان فاتح لنا المجال في نادي الاماريه ونادي ايزي سبورت. انا بحب اشكره واشكره من هنا صراحه كابتن جيده. جميل يا كابتن، ربنا يخليك. الله يخليك. احب اشكر الكابتن جيده برضو، اسسني يعني وخلاني لعيب كوره برضو. واحب اشكر الكابتن طارق زين والكابتن محمود عبد الفتاح. شكرا لكم. طبعا شرفتنا. شكرا كابتن محمد. شكرا كابتن. طبعا كل الشكر والتقدير لقناه الصحه والجمال على الاستضافه مره اخرى في استوديوهاتهم. طبعا بشكر استاذ نصر الشاهد، استاذ محمد الملكي، استاذ تامر، استاذ جمال،
كل الناس المحترمة طبعا فوق دماغي، وكل الشكر والتقدير للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، وانتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله الخميس القادم بأمر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.